مشاركة في كل مكان، برحب بيكم في فقرة جديدة من فقرات اليوم مفتوح على شاشة قناة صحة وجمال. وزي ما عودتك كل سنة بنكون معانا مجموعة من الفقرات المميزة والمتنوعة على شاشة قناة صحة وجمال. السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها تقريبا على مدار 5 أو 6 سنين بيبقى معايا مجموعة من الضيوف المميزين، ولكن في بعض الأحيان في ضيوف ثابتين طوال ال5 سنين اللي فاتوا. يمكن في حد منهم ما كانش موجود السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها نظرا لأنه ما كانش موجود في مصر، ولكن السنة دي أول ما جه جبته على طول أنه يكون معانا الفقرة دي. حد من الضيوف المميزين جدا اللي أعتقد أن كلكم بتحبوه دايما بيكون معانا الضيف المميز دائما وأبدا، المدرب أحمد هاني خبير علاقات الأسرة الإنسانية. أرحب بيك. يا مرحبا أهلا بيك يا بيكم، دكتور. نورني دايما. يا رب يبارك فيك المدرب محمد زكريا مدير الأكاديمية الفرنسية للتدريب بفرنسا، برحب بيك. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا دكتور. الله يخليك. النهارده بنتكلم عن شيء انا اعتقد انه في غايه الاهميه بالنسبه لمعظم الناس او لكثير من الناس، هي فكره التغيير. جميل. في البدايه كده، ايه هو التغيير؟ التغيير هو الكون، ربنا عز وجل خلق الدنيا على نظام، النظام ده نفسه متغير، يعني التغيير هو سنه الكون، مفيش حاجه في الكون ثابته. تمام؟ ايه ده؟ فالتغيير هو على فكره ده كويس ان احنا في العيد ونضحك بجد، يعني دي حاجه. عامل مقلب فينا. لا لا لا، المره دي ما حطش اللحمه بتاعت. ايوه، ما حطيتش لحمه. لا بس انا افتكرت التغيير، افتكرت كنت في العيد اللي قبل اللي فات كان معايا المدرب نهاد رجب، وكنت دايما كل ما ابدا في سؤال في الحلقه لازم اتكلم في نقطه معينه كده، هو الوحيد اللي ايه اللي اتقل عليه في العيار. بدات بالمدرب محمد زكريا فبقول له التغيير، فهو تحس ان هو ما اتفقناش على كده. لا، هو فعليا يعني احنا ربنا عز وجل خلق الدنيا في تغير مستمر، ماشي. الكون نفسه بيتسع، الكون نفسه بيكبر، احنا الخلايا الجسم والشكل والوش كل يوم وكل ثانيه بيتغير، بيحصل لهم تغيير. فهو التغيير سنه الحياه، وهو الحاجه المؤكده اللي موجوده في الدنيا. ولو الانسان كان متساير او متماشي او متكيف او مرن ايا كان مع التغيير، حياته بتبقى اسهل جدا. ولو كان انسان متصلب وكان انسان عنيد، اللي هو العند مش الطموح، متمسك بشيء معين مش عاوز يتغير، بالظبط بنسميه كده متصلب. ده غالبا التغيير هو اللي بيكسبه، هو اللي يعني بيجي عليه. عشان كده في مقوله كويسه جدا ويمكن ليها علاقه بالان ال بي، طبعا تخصص استاذنا استاذ احمد هاني، يقول لك يا تبرمج الناس يا الناس تبرمجك. فهي برضو اعتقد ان ليها علاقه يعني بالتغيير، في الناس يا الناس تاثر فيك، بالظبط. يا تمشي على دماغ الناس يا الناس تمشي على دماغك انت. وده الفرق بين الناس بقى العاديه اللي هم ماشيين كده حياتهم، وبين الناس المميزه واللي بيقدروا يعني ياثروا فينا. واللي انا بشوف مثلا على راسهم في مجالنا احنا التدريب دكتور الفقي، يعني الله يرحمه يا رب. يعني انت عايز تقول لي انه التغيير هو بدايه النجاح لاي شخص، الشخص اللي ما بيتغيرش بدايه الحياه مش بس النجاح، الحياه الحياه الطبيعيه بدايتها التغيير، وبعد ما تعيش حياه طبيعيه هتعيش حياه افضل، وبعد كده هتعيش النجاح. فانت اصلا لو ما اتغيرتش مش هتعيش الحياه الطبيعيه اللي هي العاديه من الاول، وده استمتع بيها وتشعر بيها بشكل مستمر. ده يعني اكيد طبعا. كويس مدرب احمد حبيبي. التغيير وانا شايف انه من غير ما تضحك بتفق مع المدرب محمد زكريا في فكره انه التغيير زي ما هو سنة الحياة هو روح الحياة. أكيد. أنت شايف الناس اللي ما بتتغيرش فكرة عدم التغيير بالنسبة لهم بيكون إيه السبب؟ بص هقول لحضرتك حاجة يمكن كان زمان بتواجهنا بشكل رخم قوي، إن كان الناس دايما تقول لها تقدر تتغير، يقول لك ما فيش حاجة اسمها تغيير بالكلية، يعني ما فيش حاجة اسمها إنك تتغير بالكامل. فأقول لهم قاعدة بسيطة قوي، رب العزة سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني ابدأ أنت الأول بالتغيير وربنا هيدعمك. هي الفكرة كلها إن ما حدش بيحط في دماغه إن ينفع يتغير. هل ده وارد يحصل أو ينفع؟ ينفع، أنت اللي مش عايز. بتكون القناعة اللي جاية منين؟ من التربية. الأب والأم بيرسخوا فيه إن أنت فاشل. أظن أنا دايما يمكن بقولها، وزي ما صديقي الحميم دكتور محمد يعني قالها في الأول، إن في الـ NLP الناس بتروح قايلة بشكل بسيط قوي إن الأب والأم عليهم العامل الرئيسي. فكانوا دايما لما بيجوا يتكلموا يقولوا كلمة أنت فاشل أو مش هتقدر تعمل حاجة.
دلوقتي حضرتك وانت ماشي في الشارع قول يا فاشل، انده كده قول يا فاشل، كم واحد هيبص لك؟ حلوه الفكره دي. اه والله جرب كده، هي مش شديده بس على الاقل هتلاقي في ناس كتيره لفت وبصت يعني من غير ما تقول اي مسميات. مثلا لو قاعد في مكان كده وعايز يلفت نقل. يا فاشل شوف كام واحد قاعد في المؤتمر او في المكان. هو مش يا فاشل بس في مسميات ثانيه بس اخترت لك. لا احنا بنختار انضفهم اللي ينفع يتقال افضل حاجه فيهم. واللي مش هيبص هيقول هو انا ولا اللي جنبي، يقعد بقى يفكر. اقصى حد هيبقى متماسك كده وثابت نفسه ده اللي هو ايه عارف من جوه انه فاشل بس مش عايز يبص. يعني دي بتاعتي بس انا مش كتر الناس قالت له انت فاشل او الاب والام اكتر. يعني صح. حتى لو كانوا انت فاشل في كذا او انت مش تقدر تعمل ده بلاش خلي اخوك يعملها علشان انت مش هتعرف. كل الكلام اللي بيتقال بالشكل ده بيدمر الفكر بتاع الشخص، ولما يجي يكبر بيحط قاعده عنده ان انا مش هقدر او مش هعرف، ولكن هي في الاصل انت مش عايز، انت مش عايز تعمل. انت مش عايز طبعا انت مش ولا عايز مش عارف. احنا عندنا الكومفورت زون او دايره الامان اللي الواحد بيخاف يخرج منها، فوبيا عند الستات بالاخص حته التغيير. يعني الستات انت عارف انا بعزهم جدا جدا عندهم فوبية التغيير بشكل بشع. يعني تعالى قول لأي واحدة ان احنا هنغير مكاننا من حتة دي وننقل في مكان تاني سكن تاني او هسيب شغلي واشتغل حاجة جديدة، شوف رد الفعل بتاع الست هيكون عامل ازاي، وشوف رد فعل زميلك او صاحبك هيقولك ايه. خلاص مش مشكلة ربنا يوفقك وهنتقابل وهنقعد، وبرضه طالما مش بعيد صح. يعني احنا بنقسها كده طالما هتعزل من مكان مثلا او حاجة زي كده. لكن بص للست، الست بترتبط بكل حاجة في حياتها عاطفية. دي مشكلتها الاساسيه، عندها ذكريات في كل ركن في كل حته بتعيش. مع كل كنبه مع الستائر مع الستائر والله. يعني انت طب هقول لك على طب فكره، بالنسبه للتراب بقى اللي بيبقى في كل ركن في البيت قبل العيد ليهم ذكريات معاه ولا ده عادي بيشيلوه؟ لا قصدك يوم الوقفه والتنظيف. يوم الوقفه والتنظيف. كان زمان المضرب بتاع السجاد ده واظن عشرناه كلنا يعني. ده من تراث المصري الاصيل يعني. لكن دلوقتي المكنسه بقت جاهزه وتيجي في الاخر تقول لك جسمي مدغدغ. بعيدا بس ما تدخلنيش في القصه دي الله يبارك لك، خليني في الحته اللي انا اقصدها دي بس. حته ان الخوف من التغيير. الست لو انت جيت مثلا قلت للراجل او قلت للست ان انا في جمعيه كمان شهر او شهرين هقبضها بالمبلغ الفلاني وهنجدد بيها البيت، الراجل بيعمل ايه؟ بيفضل قاعد ساكت وبيقلب في دماغه هيجي الفلوس امتى علشان ابتدي اجمعها. وممكن يكتب ورقه وقلم، ده اقصى حد فينا يحسب هيوزعهم ازاي. تعال بص للستات، هتفضل تاكل دماغك طول الشهرين تقول لك وهنا نحط ستاير وهنا نجيب فازه وهنا بص انا بحب الورد بقى، تقعد تقسم الجمعيه من قبل ما تيجي. فرض الجمعيه طارت اللي بيحصل لو راجل يقول قدر الله ما شاء فعل وهنتصرف وهشوف حاجه بدلها. الست هتفرج عليه بقى الدنيا كلها هتنزلها في الجرايد يعني. انت شفت انت عملت ايه؟ وده خلينا نجي لنقطه ثانيه. طبعا المدرب محمد زكريا بقى له فتره مش قاعد معانا هنا. فرنساوي فرنساوي ما بيكلمنا بالفرنساوي دلوقتي. هل فعلا كل السيدات او المراه عموما حتى في بره مصر بيفكروا بنفس الطريقه في الامور اللي زي دي ولا مختلفين في الامور اللي هي ايه؟ اللي هي مثلا اللي هنغير حاجه، هنشتري حاجه، هنجدد حاجه. هو طبعا كل شعب بيختلف عن التاني، بس هي الست هي الست في كل مكان، في كل دوله، في كل مكان. الحمد لله الحمد لله. لا بقى انا لازم اعرف الموضوع ده. خش بقى عليه. الست هي الست، الشعور والاحاسيس زي ما قال الاستاذ احمد كده هو اللي بيحركها، النكد هو الاساسي جواها. دي حاجات ثابته زي ما الراجل برضو نكدي بس حد لما انا مرتك المغرب ما الحلقه دي بتنزل، ده انا انزلها على اليوتيوب بتنزل. لا ما هو برضو الراجل نكدي يعني. بس الراجل نكده ليه يعني. انا لما نكد بفضل قاعد مع نفسي ونكدي جوايا كبير، اخرج اتمشى افضفض مع صاحبي. انما لا الست نكدها في كل في كل اركان المكان، ربنا كرمها بقى يعني. عارف اللي هو كده يعني. بس يعني ما بيختلفش حتى من ولا لا بتختلف نوعيه المشكلات. نوعيه المشكلات يعني احنا مثلا هنا في مصر ممكن تلاقي في ناس ما عندهاش يعني فقراء ما عندهمش اكل وشرب فتنكد عشان الاكل والشرب كده. انما في فرنسا ما فيش حد ما عندوش اكل وشرب، ما فيش حد فقير بالمعنى. جرب ينكدوا على ايه؟ بينكد انها عايزه مثلا السنه دي تروح سويسرا. طبعا ما هو يعني بينكدوا عشان اسكندريه، لان هناك ما فيش ولا عشان ما فيش بانيو في الحمام. هناك ما فيش ولا مصاريف مدرسه. يعني كل الحاجات كل المشاكل دي اللي هي دي متشاله مش موجوده. فهي بقى بتنكد في ليفل 2.
ليفل اعلى ليفل الوحش ده. ايوه في ليفل تاني اللي هو السفر. هو فعلا دي بقى المشكلات بقى اللي هو السنه دي هنسافر فين، هنقضي الاجازه فين، هنعمل ايه كده، هنغير العربيه، طب نحوش عشان نشتري بيت. دي يعني دي المشكلات. فبرضه في الاخر هتلاقي النتيجه واحده اللي هي ممكن تلاقي الست السبب مختلف. السبب مختلف لان كل يعني احنا مثلا في مصر ممكن يبقى عندنا مشكلات مش زي اللي في السودان، مش زي اللي في تشاد مثلا، مش زي كل دوله عندها ايه على حسب البيئه بالظبط. في دول افقر مننا بكتير، افقر من مصر، هتلاقي مشاكلهم اللي هناك بالنسبه لنا دي مش مشكله. فهو كل دوله او كل مجتمع عنده المشاكل الخاصه بيه، ولكن في الاخر بقى هنلاقي ايه النتيجه واحده، ان هو الراجل دايما كده ايه بيخاف من التغيير المفاجئ. صح يا استاذنا؟ صح. تلاقي دايما الراجل مش عايز تغيير، يعني قبل ما تغير حتى في البيت في البيت الراجل لو دخل البيت ولقى الست مغيره الكنبه مثلا، الورق المناعكش بتاعه اللي على المكتب ده الشغل يعمل لها فرح يعني. عارف دي بيسموها الفوضى الخلاقه او العشوائيه المنظمه. اللي هو فكره ان انا عندي كل حاجه مبهدله بس عارف بس كل حاجه فين، عارف الورق المبهدله دي فين، ودي كان مكتوب فيها حاجه مهمه. الست بقى بالنسبه له لا دي زباله يعني ما نرميها. هو بالنسبه له لا دي يعني انا عارف بعمل ايه ومش عارف ايه. فهي كده الست برضو بتخاف من التغيير، ولكن دايما انا بشوفها كده دايما بحس ان الست مستخبيه ورا الراجل. يعني ايه مستخبيه ورا الراجل؟ يعني الراجل هو اللي بياخد الدفعه، يلا وهنتغير، وبيبقى خايف ويقعد يحسبها ودماغه. والست تقعد تحسب 100 مره بس اول ما يحصل مشكله تقول له انت الراجل اتصرف. تمام. دي الجمله على فكره الجمله دي ثابته كده بجد والله العظيم. الجمله دي ثابته يعني على فكره هو مش هيلحق يسافر بعد كده. والله انا خايف عليه. خايف عليه ما يعرفش يسافر. لا ما احنا هنلطف بعد شويه. هتشفعله انا في الحته دي. طب انت شايف الكلام اللي بيقوله مدرب محمد زكريا، شايفه ازاي من وجهه نظرك، من انك بتشوف العلاقات الاسريه والانسانيه مع المراه والرجل كمان؟ بص هي المشاكل كلها في نفس الاطار، يعني كارثه التغيير دي حتى في المعاملات. يعني لما نيجي نتكلم على المشاعر والرومانسيه اللي الست بتبقى نفسها تحصل وبتتخانق عليها، الكوارث كلها قايمه على المشاعر دي. اجي اقول لهم ان الراجل مش رومانسي يا جماعه، انت الاساس، انت اللي بتعلميه. الراجل مش رومانسي خالص بعيدا عن حضرتك طبعا. وانا مالي مال يا جيمي. لكن نوع من التغيير ده. الرومانسية كلها بتصب في قالب واحد عند الست ومختلفة تماما عند الراجل. يعني الراجل الرومانسية بتاعته عملية مادية، حاجة من الموسى. لازم يحس باللي هو هجيب لك عشاء النهاردة. عارف اللي هو داخل لها فرختين شيش تاوك، داخل لها بكيلو طرب، الكلام ده كله كده بيحبها قوي. دي حقيقة. جاب لها هدية حتى انا بقول دايما. قبل ما نتكلم على موضوع الهدية دي ناخد اتصال تليفوني. مدام حنان اهلا بيك. أهلا بحضرتك. اتفضلي أهلا بيك. كل سنة وانت طيبة. حضرتك. هو حضرتك ليه دايما بتجيبوا اللوم يعني على الستات؟ يعني ليه خميرة عكنانة الستات دايما بتقول عليها خميرة عكنانة والستات مش عارف ايه؟ والستات هي بالعكس، الست هي عمود البيت مش الراجل. تمام. المدرب احمد هاني معاكي، كان هو خبير علاقات الاسريه والانسانيه، ممكن يفيدنا اكتر في هذه النقطه. يعني اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، تحت امري. الاستاذه حنان، مدام حنان بتقول ليه دايما بتلقي اللوم على الست وان هي نكديه، بالعكس دي عمود البيت وان هي جميله، بالعكس الراجل هو اللي نكدي. ده انا هقول لحضرتك حاجه، انت لو تابعتي الحلقه اللي فاتت قبل دي على طول انا كنت بتكلم في حته قويه جدا، بقول ان ست اكبر مثال ليها كانت ستنا هاجر، وكان دي مثال للقوه العظمى للستات. كان في ناس انتقدتني بعد الحلقه وقالت لي ستنا مريم، قلت لهم يا جماعه ستنا هاجر ام وكان ليها زوج، فانا بتكلم هنا على تطبيق كامل لاسره متكامله. صح؟ فانا لما اجي اتكلم على ان المراه بالقوه دي، فانا لما اجي اعاتب عليها في مشاعر يبقى ليا حق. يعني لو جيت قلت كم الرومانسيه اللي هي بتديه قد ايه واللي هي بتطالب بيه قد ايه، يعني الست بتبقى عايزه عاطفه قد ايه من الراجل، وفي المقابل بتدي هي للراجل قد ايه. طب حضرتك بنعمل رومانسيه بتتلككوا بخناقه، بنعمل حاجه كويسه تتلككوا، الراجل يدخل من بره عايز يخش كل الدنيا كلها في المدام بتاعته. اعملي له اكله حلوه. بنعمل اكل حلو وبنروق وبنلبس وكل حاجه. طيب دي مشكله عند الرجاله فعلا. فعلا استنى بقى كده المدرب. كده المدرب مرتي والله
هو كده المدرب بقى محمد زكريا بيقول دي مشكله عند الرجاله. هو كده معاكي. ده في علم النفس بنسميه الطرح، ان انا يبقى عندي مشكله بره اجي ارميها على مراتي. لا ده انا اقول لك بقى الكارثه فين. انت معانا يا استاذه؟ استاذه حنان استاذنك تسمعينا بقى، اسمعينا بقى من التلفزيون هنتكلم في النقطه اللي حضرتك طرحتيها دي. بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك وكل سنه وانت طيبه. احنا نتخانق. لا لا عمره ما يحصل. طيب هي دلوقتي كده خلاص انت رميتها لي صح؟ اتفضل. رميت لي المشكله كامله يعني تخصصك. بص هي فكره ان الراجل بيدخل ويرمي اللي عنده، لا هي في نقطه ثانيه اخطر بكتير. ان الست منظورها في تطبيق الحاجه اللي بيحبها الراجل من وجهه نظرها هي، هي ما تعرفش هو بيحبها ازاي. يعني فلنفترض لما اجي قلت انا في وسط الكلام كده اكله حلوه. طيب هي عملت الاكله الحلوه اللي من دماغها هي، هي دي اللي بيحبها. يعني هي عارفه ان هو بيحبها فعملتها له، بينكد ليه؟ استنى بقى ما انا جاي لك. انت مثلا اكتر حاجه بتحبها ايه؟ حمام مثلا. طب خلينا ناخد اتصال تليفون استاذ مجدي. اهلا بيك. ايوه انا عايز رجاله. اهلا بيك اتفضل. هي الست هي النكديه الراجل لا. الله الله. الست هي النكديه خالص. الاثنين يا استاذ مجدي. متزوج يا استاذ مجدي صح؟ بس النكد كله هو الست انما الراجل لا. الله يفتح عليك. تفتكر ليه بقى؟ عشان يجيب بس النكديه ومشاكل كل شويه، وانما الراجل لا النكد كله كل مشاكل الست انما الراجل لا. ده شكله معدي استاذ مجدي. انت متزوج بقالك كام سنه يا استاذ مجدي؟ ده متجوز من زمان، بس النكد كل المشاكل والنكد كله كله هو الست. ما تخليهاش تشوف. طب خليني اسالك سؤال يا استاذ مجدي. مشاكل كل شويه ويعيبني وست هي السبب بشكل كلها الست. طب انا خليني اسالك سؤال يا استاذ مجدي، احنا بنتكلم عن التغيير النهارده. قبل ما تتجوز كانت صحتك النفسيه والمزاجيه اخبارها ايه؟ وبعد ما اتجوزت ايه اللي اتغير؟ والله شفته ايه؟ ده قبل ما ده بعد ما اتجوزت. عشان كده انا بنصح كل، يعني عشان كده انا ما اتجوزتش بعد ما بسمع القصص العظيمه دي ما اتجوزتش. ولكن ولكن خلينا نكون برضه نقول انه الحلقه دي خطر على الاسره المصريه. اصبر واحتسب يا استاذ مجدي، اصبر واحتسب، اصبر واحتسب ولك الجنه ان شاء الله. ماشي بنقولك شكرا جزيلا لاتصالك وهنرد عليك وهنتكلم عن ايه هي الاسباب النفسيه اللي ممكن تخلي المراه تنكد على زوجها. بس انا عايز اقول حاجه بس ولع فيه. معلش بص هو الست بلاش حنيه. لا والله انا عارفه جاي من فرنسا انت رقيق قوي. لا الست نكديه اوكي حلو متفقين في دي، متفقين طبعا. طب ماشي نكديه في ايه؟ طب ما هو احنا ما انا هقول بقى بس ايه الفرق. الراجل برضه بيقلب عليه الراجل نكدي بس الفرق زي ما قلنا. أيوه. الست نكديتها طالعه عارفه واحه كده على البيت ماشي. الراجل نكديته لنفسه قافلها حلو حلو. طب ده الجانب الوحش عند الست. تعال بقى على الجانب الثاني المشاعر. المشاعر برضو عند الست بتطلع ماشي، فممكن تدلعك وتعمل لك حاجات كويسه. المشاعر عند الراجل برضو لنفسه. فاهم الفكره؟ فهنا هنلاقي يعني الراجل محتفظ بنكده لنفسه ومشاعره لنفسه ومشاعره لنفسه. طيب خلينا ناخد صوت تليفون استاذ محمد ونشوف هل فعلا الراجل مشاعره لنفسه. استاذ محمد اهلا بيك. الو اهلا بيك يا استاذ محمد كل سنه وانت طيب. اهلا الحمد لله. اهلا بيك اتفضل. كل عام وانتم بخير. طيب صح الصحه يا رب. انتم ثلاثه بدعات معرفين عشان تبقى ايه؟ ماشي. لا كان بيمدح. شكرا لاتصالك يا استاذ محمد. شكرا لاتصالك. نكمل. ايوه كمل يا استاذ محمد. او واحد مثلا زي اللي اتصل ده ماشي، ازاي واحد زي ده مراته مثلا تعيش معاه؟ صح ولا غلط؟ ده واحد مثلا ايه، اولا ده لو 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 في مكان تاني يتحبس. ده رقم واحد، لان ده غالبا غالبا تربيته تربيه سيئه، ما عداش على مرحله كده في حياته اسمها التربيه ماشي. فيطلع لنا مثلا حد زي ده. طب ده لما يتجوز بجد والله هيخلف ايه؟ ما يخلف ناس زيه. طب لما يخلف ناس زيه هيجيب للمجتمع ناس بالشكل ده. طب احنا بعد كده ايه اللي هيحصل؟ بعد كده هتلاقي ده اتجوز واحده شبهه ويجيبوا جيل جديد. الفكره لا الفكره هنا بس يعني لا بجد الفكره بقى هنا ايه؟ الفكره هنا ايه؟ ان احنا مشكلتنا ان احنا كل واحد بيرمي على الاخر.
تمام؟ هتلاقي تلقاء اللوم على الاخرين. بالظبط، انا مش عايز اتغير وارمي على الست، والست مش عايزه تتغير وترمي على الراجل، والاثنين مش عايزين يغيروا يرموا على المجتمع، والمجتمع مش عايز يتغير يرمي على الشعب، ونفضل كلنا نرمي على بعض في الاخر الدنيا. بالظبط صح. عشان نتغير احنا لازم كل واحد يبقى عارف ان هو عليه جزء من المسؤوليه، مش لازم تبقى المسؤوليه يعني 100%، ولكن انت عليك جزء من المسؤوليه. علشان البيت يبقى كويس لازم الاثنين يتغيروا، علشان الشغل يبقى كويس لازم كل اللي في الشغل يتغيروا. زي البرنامج هنا هم شغالين تيم مع بعض، لو واحد قصر هيجي على دماغ الباقي كله. فعشان كده لازم كل واحد يعمل الجزء اللي عليه، فالمنظومه نفسها تبدا تتغير. طب خليني اسال سؤال برضو بلغه المراه. احيانا مثلا معظم المشاكل من المراه للراجل اللي انا بشوفها انه بنتكلم مثلا في مصاريف البيت او في الاكل او في الشرب او في الخروج العادي، وهو عشان مش قادر يخرجها او مش عاوز يخرجها او مستخسر يخرجها فيقلب الموضوع كله بنكت. فتفتكر ايه اللي بيخلي الراجل يعمل ده؟ هل هو الراجل عقلاني قوي، يعني اللي هو ايه، احنا عايزين نخرج، هي شافت معايا القبض تمام، شافت الفلوس يلا نخرج، بس هو في دماغه ايه، الفلوس دي انا هدفع ايجار وكذا، وهدفع بعد 3 شهور فلوس عليا، فهاخد جزء الشهر ده واللي بعده. فالراجل دايما تفكيره بعيد المدى، بيحسبها وبيحسبها ومنطقي بزياده. الست لا، الست احييني النهارده وموتني بكره ماشي. فتبدا طبعا مش كل الرجاله مش كل الستات مش طيب. تعمل بالظبط. خلينا ناخد صوت تليفوني. استاذ احمد اهلا بيك يا استاذ احمد. طيب صح، سلام سعيد عليكم كلكم وعلى حضرتك. واولا انا بحييكم على الحوار الجميل ده، وطبعا دي مشاكل طبعا كل البيوت بتواجهها، ومن ضمن المشاكل طبعا اللي انتوا بتتكلموا فيها طبعا اللي هو الزوج والزوجه. كويس، فطبعا لازم يكون في تفاهم ما بين الاثنين، وانتوا عارفين دلوقتي احنا كشباب طبعا لازم نبقى في خلف القيادات السياسيه، ولازم نبقى في خلف الريس، عشان الامور دلوقتي بقت صعبه. فطبعا ولا ايه راي حضراتكم معايا؟ اكيد طبعا، اكيد بنتفق معاك طبعا. يعني ايه، احنا ملاحظين ان دي مشكله يعني دلوقتي كل البيوت بتواجهها نتيجه الاسترس ونتيجه المشاكل الحياه وكل حاجه غليت والكلام ده كله. فاحنا كشباب طبعا بنواجه المشاكل دي كلها. فطبعا الحاجات دي كلها لازم احنا يكون في تفاهم، طالما فيها عشره واخد بال حضرتك الكلام ده كله وفي مستقبل، وطالما الانسان اتجوز والتزم بحاجه زي كده فلازم يأدي زي ما دينه. يعني يا استاذ احمد انت بترى انه الحل لخلافات المشاكل الاسريه هو التفاهم ما بين الرجل والمراه؟ طبعا طبعا لازم يكون في تفاهم، علشان ده مستقبل، ده مستقبل ما بين راجل وست والكلام ده كله. احنا بننقل الصوره، احنا كشعب مصري بننقل الصوره دي بره، والناس طبعا بتتابع الكلام ده كله. واحنا كشعب مصري ما فيش اطيب منا في الدنيا يعني، واخد بال حضرتك، عندنا اصول وعندنا حاجات كتير جدا، فلازم الحاجات دي كلها نرجع لها ويبقى ليها مرجع، واخد بال حضرتك، علشان خاطر وناخدها قدوه في حياتنا يعني. اكيد يا استاذ احمد، جدا اكيد اللقاء ده. شكرا انا بشكرك وبحييك على كلامك والمعلومه البسيطه اللي قلتها، ولكن اعتقد انه فيها جانب كبير من حل الكثير من المشكلات الاسريه. انا بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك يا استاذ احمد. نكمل يا استاذ احمد. كنا بنتكلم عن فكره انه احيانا برضو الراجل نظرا لانه عقلاني شويه فبيرى الامور بوجهه نظر انه الترتيب المسبق للامور مش الترتيب الوقتي او اللحظي. النهارده انا عايز اخرج فاخرج النهارده، لا. طب انت شايف انه ازاي نحل الاشتباك ما بين الرجل والمراه؟ الراجل بيقول المراه نكديه والمراه بتقول الراجل نكدي، ازاي نفك الاشتباك ده؟ طيب خليني اوضح بس نقطه، ان احنا في روح الدعابه اللي كانت في وسط الكلام في حته ان احنا بنتكلم عن الراجل او الست بتدخل في وسط الحوار علشان تخفف التقل اللي فيه صح. لكن هي في الاصل المشكله ابسط من كده بكتير. يعني لو كل واحد عارف طباعه ايه وطريقته عامله ازاي، وعرف الاخر بيفكر ازاي ونمطه ماشي ازاي، الموضوع هيتحل تمام. احنا كلنا قرينا في الكتب ان الراجل عقلاني والست عاطفيه، ده اللي حافظينه، وان الراجل تكوينه كذا والست تكوينها كذا، ده اللي احنا برضو قريناه. لكن في حاجات تانية اخف وابسط من كده بكتير. يعني الناس قبل السوشيال ميديا وقبل الانتشار التكنولوجي اللي موجود ده كانت في رقي في التعامل اعلى من ده بكتير، حتى سواء في التربية في الأخلاقيات في الأسرة، الرجل والست علاقتهم كان مهما كان المشكلة ما بتطلعش بره. الانفراج بتاع السر، فتح
الحياه على البحري، يعني ان انا بقت حياتي مشاع، خليت ان انا علاقتي بيني انا ومراتي للكل. اكبر الكوارث اللي في البيوت دلوقتي بقى انا مثلا زعلان من مراتي اخش اكتب على السوشيال ميديا انا مش طايق انا مش عايز، وهي تروح معلقه بقى حتى لو تكتب بوست تكتب بوست الناحيه الثانيه والناس تدخل في النص. والالذ بقى ان ممكن يكون ما فيش اي حاجه ولا اي شعور عندي خالص، او ما عندهاش هي نفس القصه وراحت مشيره بوست لحد كاتبه. البوست ده بيتكلم عن مشاعر سلبيه، ان هي مخنوقه، ان هي خدها على نفسه فحصل كون جواه مشاعر سلبيه تجاهها زي ما قال مستر محمد بيكتب يكبت جواه فاكيد هيجي له وقت وينفجر. احنا حته الامر اللي هو التراكمي بتاع الحزن ده من اكتر المساوئ واكتر قنبله موقوته موجوده جوه كل واحد فينا، ان انا افضل اكبت وبعد كده انفجر في وش اللي قصادي. فلازم معالجه بسيطه لو اتعمل مثلا كعلاج، يعني يوم في الاسبوع، اليوم ده يتلقب بيوم طرح المشاعر، التصالح الزوجي، كل واحد يعني اي حاجه بحيث انه يتكلموا مع بعض. طرح المشاعر، سموا كل اسبوع باسم، يعني ده اسبوع الاحترام، اللي هيغلط يحط في صندوق مثلا عقاب حتى لو 5 جنيه 10 جنيه. يبقى الاسبوع ده محدش فينا يقدر يختار. ممكن طريقه ثانيه، لو الزوج غلط يعمل حاجه في البيت مثلا، ممكن يبقى نوع من العقاب طول عمره. هو الزوج بيغلط كتير كده ولا ايه؟ خليني حقاني، لو هي الست مثلا زي ما بنقول لك كده، وده ليه اثاره، يعني هي ليه اسبابه ان هي اصلا العاطفه عندها عاليه. الراجل الناحيه الثانيه بيتلكك، يعني بيتلكك هيكسف في الكورونا والفتره بتاعه الحجر الصحي ده او الحظر اللي كان معمول. شوف الخلافات اللي كانت ما بين الرجاله والستات، الراجل كان اغلب وقته يا اما نايم يا اما بيعمل اي حاجه سنويه كده على جنب. هي المعتاد اللي هي بتعمله فحست بملل اكتر، يعني جاء عليها الامر بضغط اعلى. حق ربنا، يعني انا لو بتكلم بالحق، لا هي اتظلمت في الحظر ده. الراجل الستات بتكره قعده الراجل في البيت، يعني ليه؟ يعني انا كنت متخيل ما بتقعدش معايا، ما بتقعدش معايا، ولما تقعد انت قاعد لي ليل نهار. ده كم الزغاريت لما تروح القهاوي. يعني تفتكر ايه يعني دلوقتي كان هم بيطالبوا زمان ان ما تقعد معانا شويه بالظبط، ليه جنبنا في البيت، انت ليه طول الوقت بره؟ طب ليه لما اجبر الرجل على انه يقعد في البيت واجبرت المراه ان هي تكون موجوده في البيت، ليه ما حسيتش ان هم فرحانه او مبسوطه؟ ما عشان هي بتقعد تقول له اقعد اقعد اقعد، فاكره ان القعده دي هتبقى ضحك وهزار والدنيا حلوه. اول ما يقعد هو راجل عنده اللا تفكير، يقعد متنح وباصص في السقف. بعض الرجاله ممكن ينكد على العيال، فهي بتحس ان القعده مش هي اللي رسمتها في دماغها. وعكس طبيعه الكون، وعكس طبيعه الكون. الذكور كذكور، انا اسف للمقاطعه، يعني الذكور كذكور في العموم الكائنات كلها بلا استثناء حياتها في الخارج. طبعا خارج، يعني بره المجتمع البسيط اللي هو البيت. الست بيتوتيه، حتى لو خرجت، لو فرض احنا الاثنين خرجنا انا ومراتي، هتلاقي ان هي بتدور دايما على حاجات لصالح البيت. سواء مثلا خارجين في مول وهندخل سينما والكلام ده كله، تلاقي بتقول لك في عروض على الجبنه. يعني هي بالنسبه للراجل مش هياخد باله من الحاجات دي، هو مركز ان هو رايح السينما الفلاني. هي الفكره كلها ان هي بتعشق بيتها مملكتها، والراجل حياته مجتمعيه، يعني هو في الشغل. فطبيعي هات اي كائن حتى لو عصفور، هتلاقي ان هو بيطير بره وبيرجع تاني للعش اكتر ما الانثى نفسها بتدور على الاكل. يعني لكن في بناء العش بيبقوا الاثنين سوا. الحاجه بس الوحيده اللي لازم توضح، يعني ايه جواز؟ يعني ايه جواز؟ قبل ما ناخد يعني ايه جواز، خليني اسالك محمد، فكره انه المراه ارى في بعض الاحيان انه في بعض السيدات تحب التغيير برضه، يعني تبقى نفسها في التغيير، نفسها في تغير شكل البيت، تغيير نفسها مثلا يروحوا يعيدوا شهر العسل مره تانية، نفسها تخرج في مكان مختلف، تلبس لبس مختلف. شايف انه التغيير هنا، والمراه كمان هي بتحب التغيير. ما هي الانسان عموما بيحب التغيير. التغيير. طيب ولكن التغيير في المتناول. ناخد صوت تليفوني عشان على اسم بس. استاذ خالد اهلا بيك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك استاذ خالد. ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اتفضل. دكتور تجوب بالكمال مع حضرتك. الله يسلمك، شكرا لحضرتك، ربنا يبارك حضرتك بجد. يعني موضوع مهم جدا. طبعا موضوع التغيير ده حاجه من الحاجات اللي لازم الانسان يهتم، ولازم الانسان يعرف ان هو اتغير هيقدر ان هو ياثر في اللي حواليه ويغير اللي حواليه. صح. والحقيقه انا اتعلمت من دكتور احمد هاني
حبيبي حبيبي يا استاذ فارس، حضرتك الشاعر بتاعنا الجميل حبيبي، ربنا يحفظك يا رب، يبارك في عمرك ويحفظك يا رب. الحقيقه من الحاجات اللي دكتور احمد علمها لي ان ازاي اقدر اسعد اللي حواليا، وازاي اغير من نمط حياتي ونمط تفكيري عشان اسعدهم، لان في الاخر السعاده دي هتعود عليا. يعني الانسان اذا اسعد اللي حواليه وصلت رسالتك، وصلت رسالتك، بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. شكرا، شكرا ليك. نكمل يا استاذ محمد. أيوة. انا بص عايز في نقطه مهمه انا عايز اتكلم فيها جدا عشان الوقت ما ياخدناش، ويا ريت الناس تبدا تطبقها. انا شايف انجح زواج هو اللي فيه تغيير العلاقه، تغيير جزئي مش كلي، من انها علاقه راجل وست لعلاقه اتنين اصحاب. انا بشوف ان يمكن في رجاله تشوف كده وفي لا، عشان كده قلت تغيير جزئي. بس فكره ان انت يبقى الشريك بتاعك هو صاحبك، وهو الشخص اللي بترتاح وتتكلم معاه، والطرف الثاني بقى ياخد دور الصاحب بجد، مش دور اللي هو يفضل صاحب صاحب ووقت الخناق يمسك لك على حاجه. فلو قدرنا الراجل والست قدروا يعملوا ده هيخلي الراجل ينسحب جزئيا من دايرة اصحابه، ويبقى عنده دايرة اكبر للبيت، فيقعد اكتر للبيت ويقعد اكتر مع عياله. لو حس ان البيت الست اللي معاه هي مراته وصاحبته، ماشي، مش بس ايه مراته، ولكن فكرة مرات عشان ما يسماش الحكومة في النهاية. شفت ايه؟ ايوه بالظبط كده، عشان ما يسماش الحكومه، يسميها تبقى صاحبته وتبقى مراته وتبقى فكره الحكومه. انا الحكومه لازم اداري عليها، مش هقول لها كل حاجه، هبقى خايف وانا بتعامل معاها، ولكن فكره ان احنا هي الحكومه في حاجات، وصاحبتي واللي بنخرج واللي بنحكي هتلاقي ان الدنيا بالنسبه لي بقت افضل كتير. كمان فكره الست اللي هي بتيجي بعد الجواز وتدي كل مشاعرها لاولادها للابناء، وتاخد ده من رصيد الزوج، ده محتاج يتظبط. والراجل اللي بياخد من رصيد الست ويدي لاصحابه ويبقى قعدته مع اصحابه باستمرار، ده غلط. فهي حاجات صغيره لو احنا بدانا نتغير فيها فعليا هنلاقي الدنيا بدات يعني تظبط، والحياه بدات تمشي صح. لو كمان الراجل والست راحوا لاخصائي ومستشار اسري زي مستر احمد هاني، وطبعا في كتير في كل محافظات مصر موجودين، لو رحنا المشكله بتقل تقريبا انا شايف ممكن 50%. ولكن طول ما احنا بنكبت جوانا، وطول ما احنا بندخل ناس مش متخصصه، يعني تخيل اتنين متخانقين ودخل واحد اصلا مريض نفسي في النص، فهيبقى او دخل واحد سايكوباتي ماشي، واحد غير متخصص، اي حد لا، ممكن مش بس غير متخصص، ممكن يبقى مريض نفسي. السايكوباتي ده او معادي للمجتمع، هو عايز يشوف الدمار وعايز يشوف المشاكل، فهيشعللها بزياده، مش هيدخل يهدي ما بينهم. لذلك فكره احنا وصلنا لدرجه ان احنا نروح لحد متخصص، هي بقت درجه اجبار، ما بقتش مرحله الاختيار خلاص. معلومات قد تكون في ظاهرها بسيطه، ولكن نتائجها عاليه، تطبيقها تبقى رائعه جدا. صح. هخرج بره اطار التغيير في الاسره، هتكلم عن التغيير الشخصي. احنا كاشخاص بنمر بلحظات في حياتنا بنحتاج ان احنا نتغير، نظرا لانه احتياجنا للتغيير ممكن ان هو يسعدنا. طبعا السؤال انت ممكن تكون متوقع. انا خلاص مش متوقع، انا متاكد اكاد اجزم ان انت متوقع السؤال، وجاي في العيد ده. وفي العيد ده وفي فتره من الفترات انا ما كنتش متوقع انه مدرب احمد هاني يوصل لوزن كويس لنفسه ولصحته ولحياته وحتى لمظهره الخارجي. صحيح. احكي لنا القصة، وصلت لقد ايه؟ نزلت ازاي؟ ايه اللي خلاك تنزل؟ مشاعرك وانت كنت بتشوف نفسك قبل كده؟ عيشني معاك في دراما الاحساس بتاع من كنت فين لوصلت لفين. طيب خلينا اقول بس في الاول عشان تفهم ان الاول كان ايه ودلوقتي ايه. يعني دايما ايه يقولوا ما يحسد المال الا اصحابه، ف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. ما شاء الله. فهي أنا الحمد لله رب العالمين، فضل من رب العزة سبحانه وتعالى، إن أنا قعدت فترة كان وزني 209 كيلو. ما شاء الله.
ما شاء الله انت اكتر حد عشرت له. يعني انا بهدلت عربيه مستر محمد من كتر كنت برجع كرسي ورا وبتاخر كده شويه. ايوه في دقيقه. فقعدت فتره وكنت بحب شكلي بالستايل ده، وكنت كاريزمتي الاساسيه كانت في الستايل ده الحجم ده، وكنت بعمل حاجات يعني ناس كتيره في الوزن كان بتستغربه، يعني ان انا وصلت للمرحله دي وقادر اجيب تيشرتات شكلها كويس، قادر اجيب بنطلونات شكلها كويس، وكنت بقعد الف على حاجات مش منتشره علشان لما اجي اعمل حاجه يبقى خلاص متناسقه وفي نفس الوقت طبيعي. يعني انا كان بيبقى احساسك ايه وانت بتركب مثلا عربيه وتشد الكرسي بركب ايه؟ ده انا كنت ما بفكر بنهج، يعني مش اللي هو انا بس لو فكرت كده هعرق، عارف اللي هو وصلت المرحله كانت صعبه جدا جدا. اللهم لك الحمد انا قعدت يمكن اخر فتره كمان قبل ما ابدا القصه بتاعتي دي حته ان انا بصرخ من الم رجلي، كان بصرخ من الم الرجل. وحضرتك دكتور بقى اكيد فاهم الوزن نظرا لزياده الوزن. كان لدرجه ان انا مثلا اي حد من ابنائي كان لازم يعمل حاجه زي مساج كده او تدليك علشان ممكن انام في ايديهم وهو بيعمل ده من كتر الالم. وكان بمسكنات او حاجات اللي هي بترخي العضلات، بسيطه العضلات يعني، وهي ما كانتش عضلات، هي الفكره كلها ان حمل زايد على الرجل فكان بيتعبني جدا. وكذا مره بقى اكون بعمل مجهود بشكل شديد شويه، اكون في قلب محاضره والتدريبات انت عارف بتاعه المسرح بتبقى شديده شويه، فكان ممكن يجي لي ازمه قلبيه، ممكن كان يجي لي جالي مره جلطتين في رجلي الاثنين بسبب ان انا واقف بقى لي فتره اكتر من 10 ساعات، ومره منهم عاصرها مستر محمد يعني قعدنا بالليل ورحنا للدكتور. كان خدت القرار امتى؟ خدت القرار كنت قاعد في اكله وحسيت ان انا خلاص كرهت الاكل، ودي ما كنتش مستوعبها يعني عارف اللي هو باكل كده فاللي هو لا. وبعد كده اتفرض عليا ان انا لازم اعمل عمليه المراره، فطلبت من الدكتور قلت له انا عايز اعمل كده كده المراره، فقال لي في سيستم بيتعمل بعد المراره بتقعد لفتره اكل معين ممنوعات حاجات كده علشان جسمك يبقى كويس. ففرض عليا بعد كده قال لي حاجه بسيطه قوي، قال لي ممكن نعمل لك تكميم وبتاع ومش عارف ايه وانت كده كده داخل العمليات وهي مخاطره. انا كان بالنسبه لي فعليا داخل مش خارج، يعني ربنا يبارك لناس معينه انا مش حب اذكر اسمائهم بس هم كانوا سبب في سبورت عالي قوي ودفعه شديده قوي في ان انا اقوم بالتجربه دي. قلت له وانا بعمل مراره اعمل لي الرنج، اكيد عارف مش رنجه رنج الحلقه. الحلقه دي مع ناس كتيره ما جابتش نتيجه وكانت بتبوق بالفشل بسرعه، فقلت ان مش هتنفع لوحدها لازم امشي بنظام كيتو. كيتو مشهور والكيتو دايت مشهور. بعيدا عن النظام الغذائي، انت وانت بتاخد الخطوه وانت كل شويه بتشوف وزنك بينزل وبتشوف اثر التغيير عليك، ايه مشاعرك اللي انت بتحس بيها؟ ما بين فرحه وحيره، علامات استفهام كتير قوي، في نفس الوقت فرحان قوي يعني. وطبعا الماديات مش هقول لك يعني ان هدومي بتروح مني بسرعه، وكنت مثلا اللي محضره كمان من شهرين فاتوا دلوقتي ما ينفعنيش، وان شاء الله ما زلت مستمر. يعني هي الفكره كلها النقله دي نفسيا. كان ناس كتير يقول لك في اكتئاب الدايت زي اكتئاب الحمل، كلها خزعبلات ملهاش اساس من الصح بالنسبه لك. بالنسبه انت بقى عشان انت مبسوط، عشان انت مبسوط باللي بتعمله، عشان انت مبسوط باللي اعتقد اي حد هيشوف نتيجه بيحقق نتيجه المفروض ان هو بيفرح يعني مش العكس، مش يكتئب يعني. هو في الاول ضغط نفسي ان انا باكل حاجات مش متاحه ليا، كان في حاجات ممنوعات قوي، ابسط حاجه السكر، انا علشان اوصل للوزن المثالي فانا على الاقل مفيش سكر نهائي نهائي معنى الكلمه. ف ده فادني جسمانيا لان كان قبل ما ادخل العمليات كان السكر بتاعي 370، وكان سكر سمنه مش سكر اللي هو يعني بيروح ويجي، مش سكر اللي هو ليه علاج وثابت والقصه دي. فكان من ضمن الحاجات المخاطر الشديده قوي، وكان الضغط لدرجه عاليه جدا لدرجه ان كنت ممكن انام اصحى اسف يعني الدم مغرق وشي بسبب نزيف الضغط. اللهم لك الحمد فضل ونعمه، وبالاخص ان انا كنت رياضي قبل ما اوصل لمرحله الوزن اللي كنت فيه. يعني انا كنت واخد بطوله في كمال الاجسام في الاول، الكلام ده في سنه 2001. فتخيل بقى حضرتك ان انا وصلت مثلا 2019 بالوزن ده وبالوزن ده، فبقيت حاجه بالنسبه حتى اولادي يعني رفنعين خالص. فانا بالنسبه لهم عملاق بمعنى كلمه، يعني حاجه ضخمه. ماشي دلوقتي انت حاسس بايه؟ حد تاني بيبدا حياه جديده، وقدرت فعليا ان انا اشوف في الفترة دي ناس اتغير حالها معايا وبدل حالها في فترة ان انا عملت زي اعتكاف نفسي،
شفت ناس كتيره ظهرت بقى بتبان لك انت عارف في الاوقات العصيبه، في ناس كتيره قريبه مني وبالاخص يعني ممكن يتعدوا على كف الايد الواحد، دول اللي فضلوا معايا دعم بشكل رهيب، دول مش هقدر اوفي حقهم بس جزاؤهم عند ربنا كبير، كانوا دايما باستمرار بيحافظوا ان انا ايه ما فلتش، يعني اللي هو لا خلاص هو هيشرب الحاجه دي ومن غير سكر يبقى من غير سكر، اللبن دايت يبقى اللبن دايت، مش عارف ما فيش اكل خلاص ما فيش حد هنعرف نجيب الكلام ده كله، والحظر ساعدني. جميل سبحان الله. يعني انا الوحيد اللي كنت بخس في الحظر، الناس كتيره وانا عارفهم قوي ناس كتيره انا عارفهم قوي بنتكلم عنهم. يعني احنا هنروح لفاصل دلوقتي يبقى يعني وهنرجع مره تانية، بس قول لي الاحساس بتاع نظره مثلا اقرب الناس ليك ايه، مثلا زوجتك اولادك بتحسين في عينيهم بايه وهم شايفينك انت طول الوقت بتظبط جسمك؟ بص هو كله في مرحله تراكم، يعني كله مستني هيشوف هوصل لانهي تارجت او الهدف بتاعي لما هوصل له بشكل نهائي عامل ازاي، وفي نفس الوقت هل قدرت ان انا احقق النتيجه دي ولا ما قدرتش، كله مستني الشخص اللي اتولد جديد في نفس الوقت. يعني انا ابن اخويا اتولد في نفس الوقت اللي انا كنت بدات فيه سبحان الله، فانا مولود معاه يعتبر، فربنا ييسر واقدر احقق اللي انا نفسي احققه كده ويبقى حاجه مختلفه، يعني على الاقل الشكل يبسط ولادي ما يبقاش الشخص الجامبو اللي كان موجود بس انا بحب الاثنين. ها بتحب الاثنين؟ وده شيء كويس. مدرب محمد زكريا، انا اعرف ان انت يعني المدرب المصري الاول لقانون الجذب في مصر، كان ليك حلم دائما وابدا فكره انه اتجوز من خارج مصر واعيش بره وحققت الحلم ده. التغيير اللي حصل لك وانت بتحقق الحلم ده كان ايه؟ هو مش كده، يعني انا كان عندي قلت لو انا يعني عشت في مصر وكملت هيبقى في طريق معين همشي فيه، ولو حصل حاجه بره هروح، بس هي فكره البدايات فعلا صعبه، يعني فكره انك تبدا. انا مثلا انتقلت فجاه من مصر لفرنسا والكلام ده 4 سنين، مصر بلد اجتماعيه جدا وشغالين 24 ساعه والمحلات ما بتقفلش والكافيهات، تروح مكان. طيب نكمل الجزئيه دي بس نروح لفاصل ونرجع. أوكي مره ثانيه. اوكي اتفضل. الأذان. ورجعنا لكم مرة تانية ومكملين معاكم الفقرة من فقرات صحة جمال، فقرة اليوم المفتوح. هنكمل مع المدرب محمد زكريا، بسألك عن النقلة اللي اتنقلتها من مصر إلى فرنسا واستقبلت ده ازاي وايه التغيير اللي حصل؟ زي ما احنا كده قلنا قبل الفاصل ان انت انتقلت من مجتمع فاتح محلات ليل نهار بتاكل في أي وقت. أحمد هني ساعات كنا الساعة 11 بالليل يكلمني ننزل نخرج، رحت بقى المكان تاني المحلات بتقفل الساعة 7، مفيش ناس في الشارع، النور بيطفي، انت لسه ما عندكش اصحاب، قاعد مع نفسك، تمام؟ ففكرة انك تخرج من منطقة الراحة دي وتقدر تتأقلم مع الوضع الجديد، الموضوع بيبقى متعب جدا جدا نفسيا، فكرة انك عايز تكلم حد ومش لاقي، لدرجة ان انا احيانا كنت بنزل للشارع ادور يمكن الاقي عرب، وانا ساكن في منطقة كلها فرنسيين ما عندناش عرب، فانزل ادور يمكن الاقي حد اكلمه في الشارع ومفيش ده. بس فعلا يعني في كده مثلا يقول لك ان انت لو عديت اول فتره اللي هي صعبه هتقدر تتاقلم، والحمد لله قدرت اعمل كده وبقى عندي اصحاب من المكان اللي انا ساكن فيه وتعرفت على الجيران اللي عندي وعملت مجتمع بقى جديد هناك واللهم لك الحمد. بس فكره البدايات انك تبدا انك تسيب كل حاجه وتبدا من اول وجديد دي بتبقى صعبة، بس أنا عايز أقول للناس فعليا أنت لو عديت أول مرحلة زي الشخص المدمن، المدمن لو قدر يعدي اللي هي الأعراض الانسحاب وحياته هتتظبط، اللي بيحب واحدة ومتعلق بيها لو قدر يعدي أول فترة حياته هتتظبط. مثلا مستر أحمد وهو بيخس عدى أول فترة صعبة عليه، الدنيا اللي جاي بيبقى أسهل بأمر الله. طب في البداية اللغة الناس الطباع المعتقدات اللغه طبعا صعبه، انت عملت ده ازاي؟ يعني كنت تنزل تشتري حاجه ازاي في الاول؟ كان صعب يعني انت عندك انت مثلا احنا ما درسناش في مصر خالص لغه فرنسيه، الفرنساوي مش موجود في مصر، فانت انك تروح مش عارف ولا كلمه والدنيا صعبه بالنسبه لك، فكنت دايما ايه انت بالاشارات او تتكلم انجليش وهما ما بيكلموش انجليش كويس، وهي نظام الاشارات وطبعا في عامل كويس ساعد ان انت هناك انت اللي بتشتري وانت اللي بتحاسب نفسك وانت
بس كنت طبعا ايه جوجل وافضل ايه اترجم اه بالظبط. فقعدت على فتره كده احب اروح اي مكان اقول لزوجتي ولازم تيجي معايا، انما النهارده يعني خلاص بقى يعني الدنيا انت تاخد سنه تتعب فيها، بعد كده بتلاقي الدنيا معاك بقت سهله، بتلاقي الكلام بيتكرر. فكره انك ودنك يعني تاخد على اللغه نفسها، هي لو ودنك خدت على اللغه خلاص الدنيا بعد كده بتمشي، انما الاول كانت اللغه صعبه بالنسبه لك. انا يعني كنت حاسس ان هو كلها اسوسيسيون كده، واي مصري يحس بكده، انما بعد كده تحس لا ان هي كلام مختلف والدنيا. بعد غياب لفتره ورجعت لمصر حسيت حسيت ايه؟ حسيت ايه؟ والله بص يعني حسيت ان بقيت ملتزم اكتر يعني في المواعيد، لان الاول انا كانت مواعيدي مش مظبوطه، انما هناك المواعيد يعني شهر بقيت انام بدري عن الاول بتاع، بس يعني ده لو قعدت شويه في مصر هيبوظ يعني ان شاء الله. فانا ايه سريعا على طول اللي حسيت ان انت نفسك تلاقيه في فرنسا ومش موجود، موجود في مصر بس الاجتماعيات الاجتماعيات في مصر هنا بصراحة يعني. أنا عايز أقولك أنا أول ما شفت مصر والله العظيم شفت مطار القاهرة وأنا جاي من فوق حسيت بسعادة غريبة، يعني عارف اللي هو حسيت اللي هو الناس وفكرة أنك تبقى جاي بالليل والدنيا منورة كده ونور وبتاع، لا يعني حسيت بإحساس كويس، حنين إلى الوطن. حاجة غريبة يعني بجد والله، يعني أنا جاي وأنا مقتنع أن أنا يعني هاجي وهزهق من مصر بصراحة وهتضايق وبتاع، بس لا يعني حسيت الناس مش بس مصر يعني في الوطن العربي الناس ودودين جدا. يمكن في أوروبا الناس شوية عمليين عندهم كل حاجة، يعني أنا صاحبي مثلا هناك بقول له ما تيجي ننزل نتقابل زي ما بعمل أنا وأحمد هاني كده، يقول لي طيب الأسبوع الجاي يوم الثلاث من 7 لـ 8، يعني عارف اللي هو إيه يعني أنت تحجز كاتب بس أنت بعد كده بتبدأ يعني تتأقلم وبتبدأ تتعود. حاجة أنا عايز أقولها فعليا والله، إحنا كمصريين لو لقينا فكرة ندرس للناس فن الاجتماعيات وخفة الدم احنا نكسب من الموضوع ده، يعني مش عارف ممكن يتعمل ازاي، بس احنا كمصريين فعليا نعمله في الأكاديمية الفرنسية للتدريب ان شاء الله، نعمله بأمر الله تعالى الأكاديمية الخاص بك المدرب محمد زكريا. شكرا لك مدير الأكاديمية الفرنسية للتدريب بفرنسا، انا بشكرك شكرا الله جزيلا. الله يعزك كلك زول. المدرب احمد هاني خبير العلاقات الأسرية والإنسانية، انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا. انا مبسوط ان احنا معاك والله، مبسوط ان انا شفت مستر احمد هاني، انت عملت لنا مفاجأة جميلة. انا مبسوط بوجودكم واتمنى دايما تكونوا منوريني كل عيد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. السنة الجاية نيجي نلاقي لحمة ان شاء الله باذن الله. انت هاجي معايا خلاص انت خدت بقى. لا برضه مالهاش دعوه ماشي، انت تاكل لحمه برضه اكيد ده نوع من انا قلت التغيير بقى نجيب حاجات بسيطه كده يا فندم. التغيير في العيش بس، في العيش بس او في السكر العيش والسكر. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اتمنى ان تكون الفقره دي فقره تكون خفيفه. حبيت اتكلم عن شيء اعتقد انه اذا استقام تستقيم الحياه، اذا استقامت العلاقات ما بين الرجل والمراه تستقيم الحياه، اذا لم تستقيم العلاقات بين الرجل والمراه تفسد الحياة، يفسد الأبناء، يفسد المجتمع، لن نجد مجتمعا مدام الأسر غير مستقرة ولا تحتضن أبنائها ولا تحتضن مشكلاتها. برى دائما وأبدا أنه طرح المشكلات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يضر أكثر ما ينفع، وأرى في بعض الأحيان أنه في بعض البرامج التلفزيونية اللي بيطرح فيها المشكلات لما شخص غير متخصص بيرد اعتقد انه بيدمر اكثر ما بيصلح.